انتهت وزارة الصحة من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصري تخصصي بدولة جيبوتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وذلك لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي. وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال مؤتمر صحفي مع وزير صحة جيبوتي أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصري بالكامل كملحق بالمستشفى لتقديم كل الدعم الصحي للشعب الجيبوتي.